مع تخطي كل متر هبوطاً يتزايد الضغط وتقل أشعة الشمس. ألف قدم بالوصول ل300 متر، أصبح الظلام حالكاً وانخفضت درجة حرارة الماء بسرعة بالغة. دخلنا منطقة الغسر، عالم غريب من العتمة، حيث أصبحت الكثير من الحيوانات شفافة تماماً. في هذه العتمة تحتاج الحيوانات أن ترى، لكن يجب عليها أن تتفادى بقدر الإمكان أن تتم رؤيتها. هذا أحد حيوانات مزدوج الأرجل العملاق بطول يبلغ 12 سنتيمتراً. إنه شفاف تقريباً، تملأ رأسه عينان ضخمتان يجتهد في استخدامها للكشف عن فريسته. هذا أحد وحوش منطقة الغسق الأخرى، إنه حيوان الفرونيما القشري. إنه مصدر الإلهام لأفلام المخلوقات الغريبة، تعيش هي وصغارها ذات اللون الوردي كالطفيليات على جثة مسروقة لأحد قناديل البحر. هذه الأطراف القاطعة والعيون الضخمة تجعل من الفرونيما مفترساً قوياً. حتى الحيوانات الأكثر تعقيداً أصبحت شفافة في منطقة الغسق.